بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناتي قناة جنة الكروشيه. احنا الفيديو السابق شرحنا ازاي بنعمل غرزة الفرو او غرزة الحلقات او الغرزة اسمها لها اكتر من اسم زي ما قلنا، وفي الباترونات الاجنبية اسمها لوب ستيتش، وشرحنا ثلاث طرق لطريقة عملها، وقلنا اسهل طريقة اللي تعجبك يعني وشايفها سهلة بالنسبة لك اعمليها. وان شاء الله هحط لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف للي ما شافتهوش وتحب ترجع له. انا قلت الفيديو بقى النهاردة ان شاء الله هنشرح ازاي استخدمنا الغرزة دي في عمل توك للشعر بسيطة جدا، ما كلفتناش اي حاجة، وفي نفس الوقت بيبقى شكلها برضو جميل للبنوتات الصغيرة. الخيط المستخدم احنا قلنا الخيط ده مصري قطن وفي نسبة اكريليك. البكرة قلنا 100 جرام بالتقريب، زي ما احنا شايفين الخيط ده جنجا. وحنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم نعمل الشغل، الغرزة بتاعتنا او الفكرة بتاعتنا دي اساتك شعر عادية جدا. انا جماعة يعني سعرها بسيط وبتتباع 5 أو 6 مع بعضهم بسعرها يعني لا يذكر. وده الخيط بتاعنا اللي انا هستخدمه. في البداية انا هعمل عقدة البداية بالشكل ده اهو، وهجيب الحلقة بتاعتي كده اهو، وهعمل الخيط من ورا وهدخل كده في وسط الحلقة وهروح سحب الخيط وطلعة. هجيب الخيط ده كده عشان اخده معايا طول ما انا شغالة، وهبدأ هعمل غرز حشوة بداير على طول الداير بتاع الاستيكة بتاعتي. تمام، انا مش هلتزم يعني بعدد معين حسب كل حلقة، وياريت تبقي مريحة ايدك في الشغل شوية عشان لما تيجي تشدي الغرزة بالشكل ده الاستيكة وتربطي الشعر تبقى فيها مرونة معاكي. تمام كده، فانا هنا هعمل غرز حشوة. في الغالب هي طلعت من 45 لغاية 55 غرزة، يعني انا مش عدد ثابت من غرز الحشو في العينات السابقة، لا يعني كل عينة كنت بعدها فهي من 45 ل55 غرزة بالشكل ده. هخلص الداير بتاع الحلقات غرز الحشوة وارجع لكم تاني ان شاء الله. وانا كده ما تنسوش باخد طرف الخيط معايا عشان اخفيه في الشغل. انا هنا خلصت غرز الحشوة بداير الاستيك، وهاجي في اول غرزة بدخل تحت ضلعين السلسلة وهعمل غرزة منزلقة كده قفلتها. بعد كده هرتفع بسلسلة وفي نفس المكان هعمل غرزة حشو. هاجي هعمل الغرزة بتاعتي بقى، انا قلت فيه 3 طرق وانا هعملها هنا بالابهام، ودي انا شايفة صراحة ان هي اسهل طريقة وخاصة للي لسه مبتدئين. فانا بعمل كده، بجيب الاول بلف الابهام بتاعي كده اهو تحت الخيط وبجيبه قدام مني وازقه كده ناحية اليمين شوية، وباجي في الغرزة اللي عليها الدور بدخل وبسحب وبقفل عليها بسلسلة اهو. تاني بعمل كده، بجيبها كده وبروح زقاه كده اهو الخيط اهو، بجيبه كده بالابهام وازقه ناحية اليمين كده، واروح جاية في الغرزة اللي عليها الدور واروح قفل عليها بغرزة حشو بالطريقة دي كده اهو، والابرة بفوق واروح جاية وداخلة تحت ضلعين السلسلة الغرزة واروح عاملة غرزة حشو اهو. بجيب كده وازق كده اهي، دي اسهل طريقة للغرزة دي بصراحة، وخاصة اللي هي لسه مبتدئة. تمام، وفي نفس الوقت انا بيديني شكل الغرزة قدام مني اهو،
ده شكل الغرزة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده اهو. بجيب كده ثقب هامي تحت الخيط وبجيبه ناحية اليمين شوية قدام مني، وبدخل في الغرزة اللي عليها الدور وبطلع بحلقة، واروح واخده لفة وعاملة الحلقتين من بعض اهو. وفي نفس الوقت الميزة في الغرزة دي ان الغرزة قدام منك بتشوفي الطول بتاعها كلهم طول واحد ومتناسب مع بعض ولا لا اهو بالشكل ده أهو. واعتقد اهي باينه كلهم طول واحد اهي كده اهو. وبروح اهو اظن كده يعني دي طريقة سهلة، لان الطريقتين التانيين او الطرق التانية عايزة ممارسة شوية وعايزة تركيز. دي اسهل طريقة لعمل الغرزة، وفي نفس الوقت بتنجز معاكي وبتديكي انتاج، وتتخلصي الفكرة بتاعتك بطريقة سهلة. ممكن هنا ده سطر واحد اهو بتكمليه للاخر اهو، ده يعتبر سطر. بعد كده حابة تطلعي برضو بسطر تاني عشان يبقى كثافة الغرز الفرو كثيفة شوية زي الغرزة دي زي الاستيكة دي. انا عاملاها سطرين، ما فيش مشكلة. انت بتنهي هنا اهو، تمام، بتنهي هنا وبتطلعي بعد كده بتعملي غرز حشو تاني، وبعد كده بتعملي السطر بتكرريه اهو. ممكن نعمل السطر التاني برضو اوريه لكم. اخلص السطر ده طيب وايه وارجع لكم تاني. وكده خلصنا السطر الاول، هنقفل هنا بمنزلقة ونطلع السطر التاني اللي هو غرزة الحشو. ارتفع سلسلة وفي نفس المكان بعمل غرزة حشو، وهنا كل ما يقابلني غرزة حشو سلسلة هعمل غرزة حشو بالشكل ده اهو. في كل غرزة بعمل غرزة حشو. كده خلصت السطر التاني، هقفل في اول غرزة منزلقة وارتفع سلسلة وادخل في نفس المكان واعمل غرزة حشو، وهبدأ اعمل الغرزة بتاعتي تاني زي ما قلنا كده اهو بالابهام. واجيب الخيط يمين وبدخل في الغرزة اللي وراها على طول واقفل عليها بسلسلة بالابهام كده، واجيب الغرزة كده يمين واقفل عليها بسلسلة كده اهو، واقفل عليها كده بسلسلة كده اهو. اهي ده السطر التاني بتاع الغرزة بالشكل ده، اخلصه وارجع تاني ان شاء الله. تمام كده. وكده انا خلصت السطر التاني، هاجي بداية السطر هدخل كده واسحب الخيط واطلع بمنزلقة، اسحب كده شوية واروح قص الخيط واروح سحباه كده اهو بالطريقة دي
واحاول بقى اخفي الخيط بإبرة التنظيف. ادخل كده بين الغرز بالشكل ده. وارجع تاني كده بين الخيوط، ادخل كده عشان ايه لما اجي تتشد في الشعر او كده ما تكرش مني بالشكل ده، واقص الزيادة. وبكده يبقى انا استغليت الغرزة بالشكل ده وعملت بيها توكة بالمنظر ده، مكلفتنيش الا شوية خيط والاستيكة، وفي نفس الوقت شكل جميل اهو للاطفال للشعر. وزي ما قلتلكم ممكن تحطي بقى هنا شوية خرزات لو عندك بالشكل ده كده، خرز الوان مثلا بتدي شكل حلو في الاخر، وفي نفس الوقت تفرح ولادنا. وبكده يبقى الفيديو بتاعنا انتهى ان شاء الله. ارجو ان يكون الفيديو عجبكم، وان عجبكم ارجو عمل لايك واشتراك في القناة للي ما اشتركش عشان يوصلك، وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بعمله. وان شاء الله القاكم على خير في فيديو اخر من فيديوهات قناة جنة الكروشيه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.